في القروان. المركز هذا هو أسس عام 86، مر بعديد المراحل. آخر مرحلة في المركز هذا النموذجي عندنا 4 سنين من اللي حاولناله. أم المركز 52 معاق سمعين، يقوم بعد الأنشطة التربوية المهنية الرياضية الثقافية اللي من جملتهم اللي تظهر اليوم نشكر إذاعة الأحياء أف إم اللي قامت بتنشيط اليوم هذا، وهذا كله داخل في إطار المشاركة في اليوم الوطني. enseignant d'éducation physique et sportif. Donc اليوم انا حبيت نعمل الصباح جوست سبيسيال هذوما باش نعملو بانه اليوم العالمي للمعاق. دونك حبينا نسبوك بالبدات نتاعو باش نفرحو الصغيرات، يعملوا جو ويعملوا اكتيفيتي فيزيك اللي هي بيان سور هما باش يعملوا فيها جو ويحركوا بدنهم بيان سور، خاطر هما مغلقين على في المدرسه نتاعهم، معناها جوست يقراو اكها. دونك هذه شونجمون شويه ديفولمون للصغيرات، وان شاء الله تكون عجبتهم وفرحوا بها. فلا اسمي سعد الله، مساعد مربي بالتربيه المختصه شبه ديكت السمع بالقروان. اليوم عندنا حدات الاحتفالات، عندنا برشا هدات، عندنا الجمعة الأخرى عملنا برشا احتفالات. اليوم إن شاء الله نخدموها بالعرض الرياضي والعرض الموسيقي اللي قدمته الأخت مريم سعدان يعطيها الصحة. أجواء كانت شيقة، فيها سيارات مفتوحين، فرحانين بنهاية الدوق، باش ياخذوا جوائز. إن شاء الله كل عامهم حيين فيه، وإن شاء الله الأصل بخير. فتحي غرسلي مدير جيب الشؤون الاجتماعية بالقيروان. أنا اليوم جيت نواكب في النشاط اللي عملته جمعية القاصرين سمعين بالقيروان، والنشاط هذا يندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، واللي هو يوم دأبة تونس تحتفل به كما سير دول العالم. وهذا فيه عرفان وفيه نظرة نظرة معناها واقعية للأشخاص هذوما ذوي الإعاقة. والنشاط هذا ما يقتصرش على الجمعية هذه، هو يمس جميع الجمعيات اللي هم عددهم 11 في ولاية القيروان. كل جمعية عندها نشاطها اللي تعمل فيه في المركز متاعها، وبدينا اليوم في المواكبة متاع النشاط، وباش بقدرة الله باش نحاول نواكب أغلب الحياة. فهم الحياة، فهم زهرة الحياة.